السلام عليكم. اليوم صارت قرعة الكونفدرالية ورابطة الأبطال الإفريقية واللي أسفرت على مواجهات الأنديتنا التونسية، الترجي الرياضي، الاتحاد المنستيري. بالنسبة للاتحاد المنستيري في كأس الكونفدرالية باش يواجه فريق أساك ميموزا الإيفواري، والترجي الرياضي التونسي باش يواجه شبيبة القبائل الجزائري. وهنا ميساج لإدارة النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي، ريتك ما تخدمش على روحك، تمشي ويجي غيرك، على خطر الكرة راهي ما تقف على حد. اليوم جاء غيرك وجات إدارة الاتحاد المنستيري اللي خدمت وبحول الله باش تلقى. بالنسبة المنافس الاتحاد المنستيري أساك ميموزا اترشح أو تأهل على صدارة مجموعته ب 13 نقطة بأربع انتصارات تعادل وهزيمة، والأربع الانتصارات كانوا في الأربع مقابلات الأخيرة. فريق قادر ويعرف ينتصر على أرضه ويعرف كيف ينتصر خارج الديار، كيف الدوري الإيفواري متصدر البطولة الإيفوارية وبامتياز. نحكيه على فريق مرشح للفوز باللقب، ولكن للأسف الشديد باش يواجه الاتحاد المنستيري. وهنا راني مانيش قاعد ننفخ في صورة الاتحاد، ولكن هذيك هي الحقيقة. وأفضل ميزة عجبتني في الاتحاد المنستيري وبحول الله الميزة هذه باش توصلوا لبعيد، وعلاش لا يفوز باللقب، هو انه اتأقلم بسرعة مع أجواء المسابقة الإفريقية. يعني مبقاش يستنى حتى يخوك الوسام ولا اللقب متاع والله فريق مشارك في 5 و6 و7 مقابلات وتأقلم مع أجواء إفريقيا وعنده خبرة أجواء إفريقيا. ليه الاتحاد المنستيري ليه الموسم أول مشاركة ليه؟ يعني عبارة نحكيه على شخص مشي لبلاصة عمره ما مشي لها ديريك دون ما تخل في الجو، يعني بقعد شك يزولي وما نعرفهمش وشكونهم ذوكم ويحسب فيها مباشرة تخل في تفادليك وفي الجو. كيف الاتحاد المنستيري أول موسم ليه؟ صحيح كلا كف باهي مع عند فريق الأهلي المصري اللي فيقوا على روحه وخلاه فريق صراحة، عبارة نحكيه على فريق عنده سنوات قاعد يشارك في المسابقة هذه. شفنا الاتحاد المنستيري يعرف يفوز على ميدانه كيف يعرف يفوز خارج الديار. الاتحاد عنده مجموعة باهية، البروف قاعد يراهن الموسم الحالي على الظفر باللقب، حتى لو متواجدة أندية في قيمة الترجي الرياضي، النادي الإفريقي، النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي العائد بقوة. ولهنا لو نقارنوا بين البطولة الإيفوارية والبطولة التونسية لا تجوز المقارنة. يعني الاتحاد المنستيري اللي قاعد ينافس في بطولة ما تتقارنش مع البطولة الإيفوارية، هنا نجم نقولوا فريق عنده ما يقول في روحه وفريق قادر انه يفوز على فريق أساك ميموزا الإيفواري ويتأهل للدور نصف النهائي. وحاليا للترجي الرياضي في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، وهنا نجم نتسائل يندرى الترجي الرياضي لا مفر له من مواجهة الأهلي المصري، ولا الأهلي المصري لا مفر له من مواجهته للترجي الرياضي. لكن قبل هذا الزوز أندية عندهم أندية باش يواجهوها، وهي أندية عنيدة، أندية عتيدة بالنسبة للترجي الرياضي باش يواجه شبيبة القبائل الجزائري، فريق النجم نقولوا عليه الموسم الحالي صنع الحدث بل صنع المفاجأة. صحيح ممكن أسهل فريق فقط، رو مش رسميا فريق باش يتأهل عليه، لا ممكن أسهل فريق بالنسبة للترجي الرياضي هو فريق سيمبا التنزاني، وأصعب فريق هو فريق الأهلي المصري. يعني شبيبة القبائل جاء في الوسط، لكن ما ننساوش أنه شبيبة القبائل الترجي الرياضي مقابلة متاع الدربي، ومقابلة الدربي يعني صعيب نوعا ما باش تتكهن بنتيجة المقابلة، مهما كان فريق في أوج عطائه أو فريق قاعد يمر فترة صعيبة. وهنا تكمن صعوبة المقابلة، إنها مقابلة دربي. شفنا احنا مباراة شبيبة القبائل امام فريق الوداد المغربي، الوداد المغربي اللي فاز برابطة الابطال الموسم الفارط وفاز كيف ببطولة المغرب. في المقابل الموسم الحالي فريق شبيبة القبائل يلعب على تفادي النزول وبامتياز. بطولة الجزائر متكونة من 16 فريق حاليا متواجد في المرتبة 15، يعني على تفادي النزول كيف ما قلنا وبامتياز. فريق شبيبة القبائل الوقت اللي يلعب فيه أمام فريق الوداد عندوش مدرب، الملعبية ما همش خالصين، يعني أمورهم تشكي ربي، ومع هذا قدروا أنه يفوزوا على فريق الوداد هدف لصفر ويتأهلوا كيف للدور الثاني. يعني فريق باش يواجه الترجي الرياضي، صحيح على الورق الترجي الرياضي أفضل، لكن راهي المفاجآت تصير في مقابلات
الدربي لذا الترجي الرياضي عليه بالحيطة وكل الحيط. لو الترجي حب يتأهل للدور نصف نهائي ثم نقطة ما يلزمش يتيح فيها، لأنه لو يتيح فيها خطأ جسيم وجسيم جدا ويتسمى طاح في البياج. بالنسبة نحكي لو إدارة الترجي الرياضي أو الإطار الفني وخاصة الملعبية لو يتيحوا في بياج إنهم من توا يفكروا في الدور نصف نهائي، شبيبة القبائل في الجيب، شبيبة القبائل بنسبة كبيرة أفضل منه، لذا باش ننتصروا عليه من توا نبداو نفكروا يندرى باش نواجهوا الرجاء المغربي، يندرى باش نواجهوا الأهلي المصري. لو إدارة الترجي الرياضي ملعبية الترجي الرياضي يتيحوا في البياج هذا راهي باش تصعب عليهم برشا مباراة شبيبة القبائل. لذا عندهم 180 دقيقة، 90 دقيقة في ملعب رادس، 90 دقيقة في الجزائر، يلزمهم الجزائر يرجعوا بنتيجة إيجابية، وكيف كيف يلزمهم في رادس ينتصروا. بعد عندهم الحق باش يفكروا يندرى شكون باش يواجهوا الأهلي المصري أو فريق الوداد أو الرجاء المغربي. الترجي الرياضي المأمورية قدامه صعيبة، وبطبيعة وقت اللي باش تلعب رابطة الأبطال المأمورية والمهمة ما تنجم كان تكون صعيبة عليك. هو حتى ساعة لساعة كي تلعب طرح بيس ولا رامي ساعة لساعة تصعب عليك اللعبة، فما بالك نحكيه على رابطة الأبطال الإفريقية. لذا مأمورية تأهل الترجي الرياضي للدور النهائي عنده قدامه كل من شبيبة القبائل، الأهلي المصري وفريق الرجاء المغربي. صحيح المهمة صعيبة لكن مش مستحيلة. الترجي الرياضي بالإفكتيف ينعم بالإفكتيف اللي عنده حاليا قادر أنه يوصل للدور نصف أو قادر أنه يوصل للنهائي، وعلاش لا يفوز باللقب. وقلتها في حلقة سابقة، الترجي الرياضي بعد ما تعادل أمام شباب بالوزداد راهو خير له، ليه هو خير له باش وقت اللي باش يواجه حاليا فريق شبيبة القبائل الملعبية يلزم يحطوا ساقيهم في القاع. المدرب نبيل معلول يلزم يرجع لحساباته ويلزم يراجع نقاط ضعف الفريق أفضل من اللي يفوزوا على فريق شبيبة القبائل أو فريق شباب بالوزداد. هكا الملعبية باش يحسوا رواحهم احنا الكل في الكل، واحنا شكون هو شبيبة القبائل، وبالعقلية هذه وبعقلية اللاعب التونسي راهو قادر انه شبيبة القبائل يفاجأ الترجي الرياضي. كيف عندك الاتحاد المنستيري، المهمة راهي صعيبة هذا مما لا شك فيه، وخاصة انه باش يواجه فريق اساك ميموزا الافواري، لكن قادر انه يفوز عليه، وان شاء الله ان شاء الله الاندية التونسية نلقاوها في ادوار متقدمة. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كمشي يقولكم حظ موفق للترجي الرياضي في رابطة الابطال الافريقية، حظ موفق للاتحاد المنستيري. بصراحة شرفنا كتوانسة، خلينا نحكيه على تونس حاليا، ما نحكيوش على الجهويات وهذاك فريق الساحل وهذايا فريق العاصمة. للاتحاد المنستيري الموسم الحالي صراحة شرفنا واكتسبنا فريق عنده ما يقول في روحه، فريق باش يقوي البطولة صراحة. يعني ما كنا نحكيه على الأربعة الكبار، حاليا ولينا نحكيه على الخمسة الكبار إضافة اتحاد المنستيري. إن شاء الله حظ موفق كما قلنا للاتحاد المنستيري في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين اللي ينشطوا في الدوريات الأوروبية وكيف الدوري التونسي. في الختام كالعادة البياري متبقى كمشي يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.